حبيبي؟ يعني ما بعرف شو بدك يكون حبيبك فيه يعني؟ يعني أكيد على حرائي، ما حدا جنابك كان شكلت عينك وأنت عم تطلع على لؤي ونحن فوق. ياس؟ أنا عم أطلع على لؤي؟ إيه عم تطلعي عليه، بس بطريقة غير مباشرة يعني، ولا مفكرتيني أجدب وبالمرة يعني وريالتي شاطة؟ لا هي مو عيشة أبداً. بالفعل هي ما أنا عيشة. لك أنا بدي أفهم شغلة وحدة بس. لك طالما بتحبيني دراب السخن، ليش تجوزتيني؟ لك أنا ما لساتني بحبه للؤي. مبلا! لساتك بتحبيه. ما شفتي حالك لما درت وشي أنا طلعت عليك الطرف عيني، شفتك عم تطلعي على لؤي. لا، أنت مريض نفسي وبدك دكتور. أنا مريض نفسي؟ ولا أنت قليلة ذوق وقليلة احترام وما بتعرفي تقدمي زوجك بصورة حلوة قدام الناس؟ ياس أنا ما بسمح لك هو. لا يا ستي بدك تسمحي لي، لأنه هذا الوضع ما بيسكت عليه بنوب. يا سيدي الله يلعني إذا بتضل عايشة معك. لا بعطيك عايشة معك. أساساً عايشة وشك على شو جوزتك هذا بجوزيني وهذا بتحبي لي حبيبك القديم بالجامعة لأن نحن مفكرين حالنا. لك أنا لو ما حبيتك ما كنت أتجوزك، اطلعني اطلعني اطلعني. روحي من وشي يا. بدك تتركني؟ إيه بدك 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 كمان. فرجيني إذا رجال. لك رجال نفسه ليه؟ رجالني بإيدك علي لا فكرتيني ساحرة بالجامعة لأنه أنا جوزك ماني حبيبك أنا وليك. العالم ضل بدك صحيح شو قليلة أدب. خير شو القصة أستاذ؟ لك الأصوات كثير عالية وشكله هذا إياس عم يضربها لصفاء. دق الباب دق الباب لنفهم شو بحكي. يعني مرا وجوزها عم يتخانقوا معقول دق عليهم الباب؟ عيب ما بصير شو. افتحوا لك. وعلى طارق. افتحوا لك. لك عم يضربها عم يضربها. افتح. هدي شوي. لك افتح يا كلب. لا دخيلك. لك افتح يا ابن الحرام. ليش عم تضربها ولا؟ ليش عم تضربها؟ عامل حالك ما بتعرف؟ سأل حالك يا سيد لؤي. لك شو بدي اسأل حالي؟ شو بدي اسأل حالي؟ لؤي عن نظرات والحب الخفي اللي بينك وبينها. لك الله لا يوفقك يا حمارك من شغلتك. لك خلاص لك هدوا شو بكم شو صاير لكم؟ ياس امشي معي. معلش استاذ عباس انت على راسي بس ما فوتوا هدول هون. عم اقول لك امشي معي. طارق ولؤي خليكم هون. ما طالعين لعند ابو الحروف استاذ. المهم انكم تضلوا هون. اسمع يا ابي يا طرغان، انت لتدافع عن حالك في مجموعه من الحركات لازم تتعلمها، وهي حركات الدفاع كلياتها جايه من الحيوانات. كيف بنط الحمار؟ كيف بنط البغل؟ كيف بنط الفهد؟ بيدافع عن حاله؟ نفس الشيء بدك تتعلم هي حركات. هي مو مسبة؟ هي هيك الحقيقة. يعني عندك قفزة اسمها قفزة الفهد الأسود. هي بتستخدمها لما بتكون أنت محكور تمام، يعني بده يكون هاجم عليك بما لا يقل عن الأربع رجال. شو بتعمل؟ ظهرك بتعطيه للحيط وتحطهم كلياتهم قدامك هيك. بتسند ظهرك للحيط وشوي شوي بتاخدها سلة الحركة، بتفز بالهواء وبرجليك التنتين على صدره. عرفت شلون؟ كيف؟ رجلي التنتين. وظهرك وين بيكون؟ الحيط. على الحيط، مشان ما حدا يغدرك غدر من ورا، عم تفهم علي؟ بيجيك القفزة الثانية قفزة النمر المخطط، هي شو بتعمل فيها؟ ابن عمي أبو درغام، ابن عمي أبو درغام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لك يا عم ضرغام انا كم مره فهمك حصه المراجل تبع ضرغام ممنوع اختراقها. ايه اطلع شوف شو صاير فوق. اطلع فهميني ست شيرين. ام ضرغام خير شو اللي صاير؟ لك هذا لؤي والاستاذ طارق قلقانين مع هذا اياس جوزها لصفاء. هلا ام ضرغام بدي اسالك سؤال. انا عندي اذن بسمع فيها مو؟ مو. بالتالي انا سمعان كل شيء عم يصير على درج البنايه مو؟ مو. وبرايك ليش ما طلعت تشوف؟ لانه حصة المراجل تبع درغام عندك ياها مقدسة. كتير منيح هاد الحكي، معناها هي البطيخة اللي ناترتيها بين كتافك شغالة. يا زلمة روح بوشي. المهم يا ابي هذا العلاك اللي دار هون كلياته كتب لي اياه ما بفيدنا.
اللي بيفيدنا هو الكلام اللي بدي اقول لك اياه. نحن وصلنا قبل شوي لعند خمشة النمر المخطط. هاي الخمشة يا بي كيف تشتغل عليها؟ تحط ايدك هون بالخفا وما بتحسس اللي قدامك انه انت بدك تضربه. هي الضربة بتطلع فيه بتركز وما بتحسسه انه بدك تضربه. بتضحك لك هيك ضحكة بسيطة بوشه وبتقرب عليه شوي شوي وبتاخدها خطف هيك. كيف؟ خطف هذا هو. هيك بيكون الزلمة صار على الارض قدامك وبتعمل فيه اللي بدك يا مسمسة بتشتغل عليه. قيام يا طرغان روح من وشي. لك يا شباب توصل واحد هو ومرته للشيطان الرجيم، نحنا ما لازم نتدخل. ايه مزبوط، بس مو يضربها. ضربها؟ لك مو بس ضربها ودماها كمان. ايه والله لك كسر له راسه لهالواطي الحقيقي. روقنا لك اتركي يا زلمة. روقنا منعرفك ابضا يا اخي. خلص هلا الاستاذ عباس بيحكي معه بيشوف شو بده يصير. فار دمي يا زلمة. روقنا، هو من ناحية بده قتل بده قتل. قوم احسن ما تعملنا مراجل، عملنا شغلة نشربها خلي له اي روق. ايه تكرم عيونكم. والله تعبانين نحن يا اخي عم ندافع عنكم. لك العمى بقلبه مدمية للبنت. انا ما عم بفهم شو الموضوع، قبل شوي كنا على السطح وما كان في شيء. هلا يمكن انا سمعت هو عم بيضربها كان عم بيقلها لؤي، معقول يكون مشان لؤي؟ هلا شو دخل لؤي بالموضوع انت الثاني؟ يا جماعه طولوا بالكم، هلا ان شاء الله الاستاذ عباس بيحلها، بس عن جد قيس شو دخل لؤي بالموضوع؟ هلا بدكم رايي؟ اللي عم بيقوله قيس صح. كل الخناقه مشان لؤي. مشان لؤي؟ يا ابني الله حبك الله يدب الخلاف بينات وان شاء الله الكل بيفوت بالحياه يا اخي. شوف اللي بدي اياه منك هلا انك تقوم تعتذر من صفاء وطارق، وبالنسبه للؤي لا تهكلهم، انا بصالحكم مع بعض. ايه استاذ عباس مزبوط، انا غلطت مع صفاء بس ما غلطت مع حدا تاني ابدا. لا بلا غلطت معهم كلهم. على كل حال انا ما بدي بهذا الحكي. اللي بدي اقول لك اياه انهم هن دافعوا عن صفاء لانه رفيقتهم من زمان ومثل اختهم. وانتبه لكلمه مثل اختهم. اياس حبيبي انت رجل متعلم ومثقف وبتفهم، واياك تخلي الشك يدخل لقلبك. صفاء لما حبتك قررت تكب كل شيء وراها وتتزوجك. بقى الله يرضى عليك، دير بالك عليها لانه صفاء مثل بنتي. أمرك سيد عباس، أنت بتمون واللي بدك يا بصير. وهذا العشم فيك يا عين عليك. يلا قوم معي. طيب يلا بس استناني لحظة رح بدل أوعية وطلع معك. طيب مشرف. أو خلدون أنا مليت طقيت وشوبت بدي روح على البيت. ماشي أي ساعة بكران؟ 9 والله بكين. 10 أخي كمان بكين. 11 ونص وربع. خلينا على 12 ماشي. والله معك انا قاعد هون. ها فين؟ عارفين شو تيت هو هوني. السلام عليكم. الله معك. يا عروس المجدين واصحابي في مساق في مساقي عصر. قوم يا بي قوم ارجيني خمشة النمر المخطط اللي علمتك اياها. ما بعرف. ليش ما بتعرف؟ تضرب شو مايع. كم مرة علمتك اياها بالدرس ولا؟ بابا. لك شوي بابا. لك انا كم مرة قايل لك ما بتقلي بابا؟ هي للطنطات بتقلي يا ابي يا ابي. يس ماي داد. شو شيرين؟ لك شيرين؟ لك ايه ابو درغام شو بك بتضل مستفز وعم تعيط؟ ما في شيء بهالبيت بيخليني مستفز وعيط بنو. لازم ضل رايق انا بهذا البيت من عمايلك السودا. ليش؟ الولد انت عم تعلمي هي الكلمات يس ونو باسم ورباب. لك انا مو ناقص لي غير حط له ترجمه اخر شيء. ولا مين عم يعلمك يس ونو باسم ورباب؟ لا بس انا تعلمت من الشارع. من الشارع تعلمت؟ الشارع انا ما دخلني. انت ما دخلك بنو؟ لا. بكل الاحوال يومين ثلاثه وبيبين معي مين عم يعلم الولد. انا قايل لك هذا الولد كيف بده يتربى وقايل لك انا مخي كيف، وهي الكلمات ما بتركب بمخي بنوب.
بنوم بقى بتركب بمخي. ماشي تكرم ابن عمي، بس مو حلوه البنايه قايمه مو قاعده وحضرتك قاعد لافف رجل على رجل. لا بتضرب الساعه سكن فيها بالبنايه، وتضرب الساعه تجوزت وجبت فيها اولاد، وتضرب الساعه اللي انا موجود فيها معك. يو الواه الواه، قتلت حالك اللي اخذتني. حاكي له يجي يركبكم على الريحه. لك عم نحاكي معلم كرمال، اتركه بقى خليه يحكي شوي. عم قلها خليه يحكي في ستيكل ابر احكي. ايه قال له عم ينقط الكوع. لك قلت له لك ايه بركي بتوصل المي لعنا بتصير والله سماهر عم تشطف لعب تساوي شيء. اخي انا هذا الزلمه ما فيني اتفاهم معه. ليش عم هذا ما خلي المي ابد رغاه عم شو غليظ شو هلا روح هلا خلص حاكي بعدين وجعني وشي. اسمعوني يا شباب اسمعوني. الاستاذ عباس الاستاذ اياس اعتذر من صفاء وجاي يعتذر منكم كلياتكم. استاذ طارق انا اسف وحقك علي. قليل ادب شوي بس معلش. انا اسف لؤي. ولا يهمك اخي، كمان التخبيص بالبنايه زايد على حد. والله يوفقك هدي شوي، نحن كلياتنا اهليه بمحليون بدنا نعيش مع بعض. هلا اذا القصه هيك انا رايح لك. روق روق خلصنا يا شباب افرطوها بقى. ادغام ايه ما اعتذر مني يا زلمه. كمان اعتذر منه ابو الحروف ما انه حرف ناقص بالبنايه. يا شباب شو عم نحكي؟ منت علينا. امرك استاذ امرك. خلص حقكم علي كلياتكم وانا اسف. ولا يهمك. على اذنك استاذ عبد الله. خلص خلص روح الله معك. بيسد ما يا ريت. استاذ كانه من نفس الطابق نفس طابق بيتك. استاذ ما هذا ما اخذ نفس الطابق. لك هذول النسوان اللي عم يتخانقوا. والله عليك بيه استاذ. الله يحمل معك استاذ عباس. عليك بيه. السلام يا ميسر. جبناك قاعد المعين لتعيد. عباس صار ينحرج من الشباب بسبب نسوان، وكل قصة بتصير بالبناية يسحب حاله منها مثل الشعرة من العجل. ايه معتر يا جوزة انتي. بس انه هذا صاحبه ما بيعرف انه ممكن تغير بتاكل اللحم، وبانه هو ممكن يكون جار جيد جدا بس مستحيل يكون شيء تاني. حبيته شرف. أهلين وسهلين. أنا الحق علي اللي ما كملت دراستي. لك أنا ضوعت مستقبلي بإيدي ودمرت حالي. قسماً بالله ما هو حق أبوها لا رسمية ما يجوزني إياها. يعني هي بتدرس جامعة وأنا ولا شيء. أنا خلص يا بدي موت يا بدي انتحر. يا ريت بيكون كلبه فطيس. يا بي انت ليش بتعاملني بهالقسوه هي؟ بعدين وينك ها؟ اذا انا مو ابنك قل لي. لا حبيبي مو ابني، ولقيتك بحاويه زباله، منيحه؟ اه انا رايح دور على اهلي لكان. اسمع اولاد كلمتين ورد غطاهو. انا بدون دفع عم برقص. جذبه ما بدها، انا اجذب خلقها. من بكره الصباح بتنزل بتشتري طعم مرتب ونضيف همها. وليش بدي اشتري طعم يا بي؟ انا ما بدي اشتغل بفرقة قهوة برا، انا مصلحة اللحمة حبها كثير. لك انت اجدب انت. انا عامل لك اشتري طعم مشان تشتغل قهوة برا، عامل لك بدي اياك تشتري طعم لأنه أبوها الرسمية وافق عليك يا أحمق. ايه وافق. أبوها الرسمية وافق يعطيني رسمية؟ لك ايه، لذلك بدي اياك تروح على آخر طنز، فهمت يا دب؟ مرحبا. آسفة ماما بس راسي عم يوجعني كتير.
بدي اطلع بس اخذ حبه وجع راس وبنام شوي، اذا كان وجع راسي برجع بنزل. خير حبيبتي؟ شوفي جبت لي كرفتي. شوفي شوفي، تفضل. تعلمت من عينيك كيف يكون الحب، ومن لمسة يديك كيف يدق القلب. بحبك حسان وبموت فيك. هلا معقول جايبتيني من المدرسة لهون مشان تعطيني هاي؟ طب كنت بعتي لي اياهم برسالة على الموبايل. بالله حسان شبك عم تجذبها؟ لا تعمل حالك ما بتعرفها. ما ليش هيك عم تحكي معي؟ كيف بدك يعني احكي معك؟ قلنا شهرين بس متزوجين، شهرين لحقت؟ عشو لحقت؟ لا تفهميني شو اللي صاير، رح يطلع جناني ها؟ لا لا يطلع جنانك، ما صار شي. ندق الباب، فتحت لشوف مين، ما لقيت حدا، لقيت الورقة جنب الباب. شو يعني؟ أنا شو دخلني؟ لسه بيقلي شو دخلني؟ مكتوب اسمك عليها وبتقلي شو دخلك؟ ما يا كبري عقلي، بجوز بالغلط. لسه بيقول لي بالغلط. سبحان الله على هالصدفة. اسمك على الورقة حسان، اسمك. والله العظيم أنا ما يفهمان شي لهلأ. عأساس ما بتعرف من حاطة الورقة؟ وحياة عيوني وعيونك، اللي ما بيحلف فيهم إلا بالغالي ما بعرف. حسان أنت ما عم تخوني؟ ما لك معقول أنا أخوني؟ لك معقول واحد عنده هيك قطعة نادرة ويفكر تفكير إنه يخونه؟ لك تفكير ما بقدر أفكر. تصوري عن جد؟ وحياة عيونك. خلص رح صدقك بس هالمرة. لا كل مرة غصبا عنك بدك تصدقيني. خلص اوكي. شان شغلي تافهه. طب ينشطف البيت مو يوم اي عبلاق. بحكيك حمى شو حوبه. ليكي ليكي روحي لانه انا عم بشطف البيت وحاتزحلق من تليفونك. باي 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 باي. اهلين تقبر قلبي، تعبان مو هيك؟ تطلع على قبري الهي. ان شاء الله بطلع على قبرك. لك يخرب بيتك، شو هالمنظر هذا؟ العمى بعيونك العمى. لك شو بكن انتو؟ الوحدة منكم بس تنفق بتسترخي هيك بصير الوسخ ياكل بيتها اكل وما بتفرق معها. هي علينا، انت شو فرقت معك اذا كان البيت مضروب على قلبه ونظيف ولا مضروب على قلبه وموسخ؟ ما اذا كان نظيف حيرد يتوسخ. مزبوط صحيح، حلوه النظريه. اذا كان وسخ اذا كان نظيف شو؟ بيرجع بيتوسخ. لا عن جد انت وحدة وقحة، العمى بعيونك العمى. لك اطلعي على وعيك، اطلعي لك كل تفشاية زيت اكبر من راسك، مانك شايفتيها؟ شبه الاواعي. بعدين تعال اقول لك، تجوزتني الي ولا لا اواعي؟ هذا تالف كله تقبرني انا الببقى. بعدين اخي انا بتروح عند الوسخ، بحبه للوسخ. وعيك تالف. ايه وعقلك تالف، وشكلي انا اوسخ واحد بالعالم لاني تزوجتك ولانك حبيتيني. مدام اهلا وسهلا. هاي السيارة بقديش؟ هاي السيارة غالي غالي. ايه بعرف انه غالي بس بقديش؟ مدام انت هيئتك جاي تسلاي مو جاي تشتري. ايه مين قال لك جاي اتسلى؟ انا جاي اشتري. انا عم سبي عليك يمشى ما تقولي لي بدي اطلع اعمل فيها دورة. ومين قال لك بدي اطلع فيها دورة انا؟ السيارة مو للبيع. ايه احسن بالناقص تضرب انت واللي اجى لعندك. ايوه حدو. ليش هيك عم تحكي مع المخلوقة؟ لك يا ابو غسان هيئتها مو شراي. وشو عرفك مو شراي؟ لك انا فرز بو من حجر عينه، يا بعرفه شرا يا خرج يا مو خرج. ممكن يا حجر عيني مره تانية اي زبون او زبونه ان كان بده تشتري ولا ما بده يشتري بتتعامل معهم باحترام لانه هذا باب رزق لو سمحت. شو علي اعطيك العافيه تؤمر.
الله لا يعطيك العافية وفوت عبا لك مو حرام هذا مرة ربيتوني ذي والله لخليه فري فري بعيوني اهلين بحبيبي معلم سؤال هلا انتم هون بتقصدوا ايش شو شايفنا جمعيه سكنيه انتم بتقصدوا لا سيدي ما بدنا نصير يعني كاش ايه كاش طيب شو ارخص سياره عندها ايش هو فايت على الزبلطاني فايت على سوق الهل تشتري بطاطا شو ارخص سياره عندك ليش عم تحكي معي حيوانيه اهلين تقبر قلبي يا عيوني والله انا بعتذر منك لا شكرا ما بدنا شيء لك يا حبيبي تعال شوي ناخذ النقطي لك عم نمزح معك ان شاء الله ما تتخش بوبيه ما راح اشوف شيء لحتى تعتذر مني اخي راح نعتذر منك منيح نحن بنعتذر اي شو حبيبتي عجبتك السياره حلوه السياره بتاخذ العاد لا تقولي لا ما حبيتها ما حبيتها السياره لا حلوه السياره والله بتاخذ العاد شو ما حبيتي يا السياره لا يا اصلا ما انا ماركه ما انا ماركه ليش مو ماركه سياره بتاخذ عاد بعدين انتوا على قد مصرياتكم اخي هيك دفعتها الاولى 700,000 غاليه لا مو غالية قديش مصرياتك انت حبيبي 150,000 150,000 وجاي تشتري سيارة روح اشتري لك بسكليب للدواليب يا اخي بالخليج بركب احلى سيارة 150,000 لك يا اخي روح على الخليج ليش جاي لعنا طيب اذا بشد لك ياهن ل 300,000 تعطيني اياها لك يا اخي صحيح انت قديش انا بقول لك 700 انت بتقلي 300 ايوه اخي بتحب هلا تطلع على رجليك تمشايه لمهرولي ما فهمت عليك يعني هلا بدي ادحك شوطه زدتها بشي هون داير مرعب على الاوتوستراد شو هالحكي هو والله مت ما عم تسمع شو بدك تشوبر علي وتخانقني يعني امشي حبيبي امشي هذا شكله مجنون ايوه فعلا انا مجنون يا ستي انت طلعتي اذكى منه بكثير انا بورجيكم شو بدي اسوي هلا معكم يا اخي انا لحجر عينه بعرفه الزبون يا بيشتري يا ما بيشتري بس هذا اللي قديش هو ابنه فاكرين حاله نكتيب يا أخي مو أغلص من ابن غير الأب يا أخي هذا الشغل لا يطاق أخ لو هذا المعرض إلي لخليه يمشي على دولاب واحد